قبل أن أشرح في طرح كلمة الصديق المحترم أعلم كثيرا أن لدي مكانة خاصة في قلوبكم قبل وجودكم فيعني دون الخوض في مفهومات كثيرة أعتقد أن الشأن التصديقي هو على أجندة مصر سواء على أجندة القيادة السياسية أو المؤسسة التشريعية بالإضافة إلى أعمال السلطة التنفيذية ولكن كان لزاما علينا أن نلتقي اليوم مع السيد جاسم لكي يعني نتشاور ونعرف مع ونتشاور معه بشأن وضع القارة الأفريقية في الناحية الإعلامية خاصة أنه يترأس يعني أحد المؤسسات الإعلامية أو المنابر الإعلامية التي لديها ثقة كبيرة جدا في جمهورية مصر العربية واللي احنا عايزين نعمله انه النهارده يمكن تعاملنا كمان مع البلاد الشؤون الافريقية ان احنا لابد يعني او لزاما علينا ان نوحد وسط التحرك علشان نقضي على سياسات الجزر المنعزلة اللي بتواجهنا. يمكن النهارده السيد الرئيس في محافل كثيرة على أجندة الحديث بتاعته أفريقيا والتعاون الأفريقي يمكن في مؤتمر الشباب الأخير النهارده في شرم الشيخ سيادة الرئيس نوه على أهمية أفريقيا ودور مصر في أفريقيا وأن مع نهاية اتفاق مصر في الاتحاد الأفريقي مصر ستتظلم لاعبًا أساسيًا في المعادلة الأفريقية سواء في نواحي التنمية والاستثمار وايضا محاربه ومكافحه الارهاب والجريمه المنظمه. يعني طبعا اردت ان ارحب بالاستاذ ياسر رزق واطلب له الكلمه وبعد كلمه الاستاذ ياسر سناخذ المداخلات من زملائي وزملائي عبر المجلس.